هي في تفاعل سريع مع الواقع اللي شغلت الرأي العام خلال الساعات الأخيرة. نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مرتكبي واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته سالما لأهله، وده في ضربة أمنية جديدة تؤكد مدى قدرة أجهزة وزارة الداخلية على تحقيق الأمن للمواطنين وفرض هيبة القانون وبث الطمأنينة بينهم. ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشرت لقطات حقيقية لتحرير طفل الغربية المختطف والقبض على الجناة، وهم 3 أشخاص كانوا بيستقلوا سيارة ملاكي وقاموا باختطاف أحد الأطفال خلال وجوده بصحبة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع في المحلة. أي محاولة للمساس بأمن مصر أنتم تتصدوا لها. أنا بقول للمصريين اطمئنوا لأن احنا هنا مستعدين. طبعا والله الواحد مهما شكر وزارة الداخلية والمجهودات اللي قاموا بيها أكيد الواحد مش هيقدر يوصفهم أو يديهم حقهم، لأن هم الحقيقة قاموا بمجهودات كبيرة جدا. وقعت الطفل زياد أعتقد أن هي شغلت الرأي العام كله وكانت وقعة مؤثرة جدا، وحضراتكم أكيد شفتم الوقعة، وقعة اختطاف الطفل وأمه لما اتسحلت ورا العربية اللي خطفته مفيش 24 ساعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية طبعا من ضبط الجناة وإعادة الولد لأهله مرة تانية، وطبعا شفتم علامات الفرحة عند كل الناس أو الأهالي اللي كانوا موجودين في المنطقة اللي بيقطن فيها الولد أو أسرته، وكمان المشاهد اللي فيها الإذلال لهؤلاء الجناة المتهمين بهذه الواقعة. وقيل إن هم طبعا في وزارة الداخلية تتبعوا كتير جدا من كاميرات المراقبة حتى وصلوا للمقر اللي كان مختبئ فيه الطفل، وبنقول للطفل طبعا الحمد لله على السلامة وإن شاء الله يا رب كده في أمن وأمان بإذن الله.